السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو عثمان من قناة البستان الأخضر. دي شجرة البشمال يا جماعة، ما شاء الله على الطرح. الطرح عامل ازاي؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهتموا يا جماعة بالتسميد، الرش الورقي، اهتموا بتسميد الام بي كي، تمام؟ صح، انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، تمام. البشمالة طبعا أنا عملت عليها فيديو قبل كده، ما شاء الله الحمد. ان شاء الله من احدى الفلل تحت اشراف مهندس رب قناة البستان الاخضر، تمام. ان شاء الله كل الشجر ما شاء الله من فوق وتحت شايلة، بسم الله ما شاء الله على الطرح البشملة. اهتموا بالتسميد يا جماعة، تمام. الطرح عامل ازاي؟